السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة أخرى من سلسلة هيوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم ميني كيك مالح، كيوجد بسرعة وكيك ساهل وكيستحق التجربة ديالكم. بسم الله على بركة الله نبدأ في استعراض المقادير. في إناء وضعت جوج ديال البيضات مع علبة من الياغورت الطبيعي وزن 110 غرام بدون نكهة، القليل من الزعتر الجاف ممكن تعوضوه بأي نكهة، 7 غرام من خميرة الحلويات، نصف كأس من زيت الزيتون، أو ممكن تستعملوا نصف الكمية ديالو زيت الزيتون والنصف الآخر زبدة مذابة، لكم الاختيار. عندنا جبن أحمر مفروم، كاسونس من طحين ما يعادل 150 غرام ديال الطحين مغربل، عندي هنايا كما كتلاحظوا القليل من زريعة الكتان والملح والابزار. هاد المكونات بثلاثة بحسب الذوق، الكمية ممكن تستغناو على زريعة الكتان ولكن استعملوها كيجي المذاق ديالها ممتاز في هاد الميني كيك. كنضيف زيت الزيتون على البيض والياغورت والزعتر وكنخلط بالطراب اليدوي. كيك اللي ساهل، وصفة اللي ناجحة مليون في المئة. كنخلطو مزيان العناصر كما كتلاحظوا، نضيف زريعة الكتان والقليل من الفلفل الأسود اللي هو الإبزار والملح اللي كتبقى بحسب الذوق بما أنه هو مالح ما يعادل تقريبا نصف ملعقة صغيرة. عندنا الجبن هنا لكم الاختيار، ممكن تستعملوه في هذه المرحلة، ممكن تخليه آخر حاجة للتزيين. يعني ديروا في بالكم أن الجبن كيكون حتى هو مالح، إذا كنتوا غتضيفوا أي حشوة أخرى اللي مالحة يعني كديروا توازن في هاد النكهات. كنضيف الطحين اللي كيكون مغربل شوية بشوية مع 7 غرام من خميرة الحلويات كيس واحد فقط، وكنخلطو مزيان. كما كتلاحظوا كنحصل على قوام اللي كيكون شويه ثقيل كثيف، كنبقى نخلط فيه حتى كينسجم العناصر كلها. هاد الكميه كنحصلوا على 6 ديال الميني كيك، او ممكن تستعملوهم في المول ديال الكاب كيك، لكم الاختيار. انا غادي نستعمل هاد لي مول هادو اللي ما كيلصقوش نهائيا، ما كندهنهمش ايضا. الا كنتو غادي تستعملوا لي مول الاخرين ديال اينوكس العاديين، دهنوهم بالقليل من الزبده ورشوا الطحين، او ممكن تستعملوا المول ديال الكاب كيك اللي كيكون غارق، او الاكياس الورقيه، لكم حريه الاختيار. كما كتلاحظوا كميه قليله، يعني غادي تستعملوا مقدار ملعقتين كبيرتين في كل قالب. انا هنا ما دهنتهمش، هذا النوع ما كيلصقش نهائيا. بالنسبه للحشوه خديت علبه ديال الطون صفيتها من الزيت، غادي نضيف لها هذاك الجبن الاحمر. هنا ممكن تضيفوا النكهات بحسب الاختيار ديالكم، ضيفوا شويه ديال صوص حاره، شويه ديال بودره الثوم، لكم الاختيار. انا هنا غادي نوضع على الوجه ديال الليمون اللي عندي القليل من صلصه الكيتشوب، ممكن تعوضوا بصلصه الطماطم، ممكن ما ديروش نهائيا، تكتفيوا بالحشوه اللي غادي تستعملوا. كما كتلاحظوا كنحاول نبسط شويه هذيك الصوص، وكنوضع طون مع جبن يعني في الاعلى. ممكن تخلطوا طون وجبن مع الخليط ديال الكيك، بعد ما تخلطوه اخر حاجه كتضيفوا الحشوه اللي كتبقى حسب الرغبه، ممكن لدان دفيمي ممكن اي حاجه كتفضلوها كتضيفوها. كندخلوهم الفرن اللي كيكون متوسط درجه الحراره. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو هائلين خفاف بزاف. كما كتلاحظوا هنا راه ما كيلصقوش نهائيا هاد المول هادو، ما كندهنهمش. اذا كنتو غادي تستعملوا الاخرين دهنوهم. لاحظوا معايا القوام ديالهم خفيف بزاف، شي حاجه اللي رطبه اسفنجيه يعني كتذوب في الفم، يعني كيستحقوا التجربة. آخر حاجة ممكن تحضروهم في آخر مرحلة، تحضروهم لمائدة الإفطار الرمضانية. نوريكم قطعة أخرى، كما كتلاحظوا كيجي اللون ديالهم محمر، يعني فرن متوسط درجة الحرارة. كنشعل أنا الفران ديالي النار من أسفل فقط، نوريكم شكلها من الداخل كيفاش كيجي.
يعني كما ذكرت لكم، يعني ممكن تستعملوا الاكياس الورقيه او المول الخاص بالكاب كيك الاخر اللي كيكون فيه حفر اللي كتكون شويه غارقه. هذا هو شكلها من الداخل، كيكه اللي منفوخه وطالعه واسفنجيه ورطبه، وهذا هو شكلها النهائي عند التقديم. ان شاء الله جربوهم وينالوا اعجابكم، انا متاكده غادي تجربوهم ان شاء الله. كما ذكرت لكم يعني الحشوه كتبقى حسب الرغبه، ماشي ضروري تستعملوا الطون، ماشي ضروري تستعملوا الجبن. انا اعطيتكم القاعده هذيك كتسمى لا باغاي كيك، اللي عباره عن البيض والياغورت والزيت والطحين والخميره. الحشوه كتبقى حسب الاختيار ديالكم انتوما، يعني كتضيفوا اي حاجه كتفضلوها، ممكن لدان فيمي، ممكن تضيفوا شويه ديال البافو، ممكن تضيفوا اي نوع ديال الجبن من الاختيار ديالكم. تستعملوا صوص الطماطم على الوجه ديالهم او صوص كيتشوب، اي حاجه كتفضلوها كتضيفوها انتوما حسب الاختيار ديالكم. وهذه هي الصور النهائيه، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.